الثورة، لو نتحدث قبل يعني الحديث عن مجريات ما حدث اليوم عن المصطلح. نعم، المصطلح هو مصطلح راسخ في الفكر السياسي وفي الفكر الدستوري التونسي، راسخ منذ نهاية القرن التاسع عشر، علما وأن هذا المصطلح الدستور هو من أصل فارسي ومن اللغة الفهلوية القديمة، ظهر في ظل الساسانيين في إيران في القرن الثالث عشر، في القرن عفوا الثالث ميلادية، وكان في الأصل يعني رجل الدين الذي يتولى الإفتاء في أمور الناس. وكان هناك كتاب قديم يسمى دستوران بفتح الدال، وظهر هذا المصطلح في اللغة العربية في القرن الثالث للهجرة مع عدد من الأدباء من أصل فارسي، ليشير إلى كتاب في السياسة وليشير أيضا إلى الوزير المستشار، ثم انتشر في اللغة العربية خاصة عن طريق اللغة التركية. طيب في نهاية القرن التاسع عشر. نعم. ودخل تونس في تلك الفترة ليشير إلى معاني عدة، منها الوزير ومنها الإذن، وهو كلمة تتركب في الواقع من جزئين، دست تعني القاعدة ومن واو وراء تعني صاحب القاعدة. نعم، شكرا على هذه الاستفاضة يعني في يعني المراحل التاريخية لهذا المصطلح، ولكن نعم. حتى نفهم التونسيين نعم. أكثر لنبسط نعم. المسألة، يعني الدستور أو عهد الثورة شنو الفرق؟ يعني مسألة يعني لهذا الحد يعني أثارت جدل ثم اختلاف كبير. ليس هناك تسميات متعددة، ربما من أثار هذه المسألة أراد أن يركز على العهد ويركز على الثورة أو على هذا الحراك الثوري ربما، وتوجد تسميات عديدة في الواقع. بالنسبة إلى ألمانيا على سبيل المثال، الدستور يسمى القانون الأساسي، أو في بعض الدول العربية حيث تمنع أصلا كلمة استعمال كلمة دستور، هناك من تم عقابه لأنه استعمل هذه الكلمة التي اعتبرت غريبة وغير يعني لا يمكن استعمال لها. القانون أساسي أو كانت التنظيمات، يشار إلى الدستور نعم. بالتنظيمات الخيرية نسبة إلى التنظيمات العثمانية وإلى الخطين الشريفين، الخط الشريف الهميوني وخط شريف كلخانة. نعم. يعني لكن الدستور تقريبا مفتوحة وضمت حتى تكون مطابقة لأوزان العرب. نعم. اللغة طيب العربية. نأتي الآن يعني وأخيرا، شرع النواب في المصادقة على الدستور بعد نعم. على فصول الدستور فصلا فصلا، هل يعني هذا بداية فعلية للعد التنازلي لهذه المرحلة الانتقالية الثالثة؟ هو أكثر من 800 يوم لإعداد الدستور وعشرة أيام فقط لمناقشته وللمصادقة عليه في قراءتين. يعني اليوم بدأ النقاش، ولكن هل يكفي كل هذا؟ يعني هل الحيز الزمني الضيق نسبيا للمناقشة في قراءتين اثنتين، القراءة الأولى التي يجب أن تحصل فيها الأغلبية المطلقة، ثم قراءة ثانية يجب أن تحصل فيها الأغلبية الثلثين، هذا إن حصلت بطبيعة الحال ولم يقع المرور إلى الاستفتاء كما ينص على ذلك الفصل الثالث من التنظيم المؤقت للسلطة العمومية. يعني تذكروا بسرعة أنه يجب الانتهاء من عملية وضع الدستور، ولكن عملية الإعداد التي تمت داخل اللجان التأسيسية ثم بعد ذلك تمت في إطار لجنة التوافقات هي التي أثارت هذه الإشكالية. يعني تمت داخل اللجان التأسيسية ثم أحدثت لجنة التوافقات وتم بالأمس إدراجها في النظام الداخلي للمجلس بعد أن أنهت أعمالها، يعني بعد نهاية أعمالها تذكروا أنه لابد من إدراجها في النظام الداخلي. ومن بين الأثار التي ترتبت عن هذا الإدراج أن عددا من النواب المستقلين الذين لم يشاركوا في لجنة التوافقات أبدوا تحفظات على ما تم التوصل إليه في إطار اللجنة التي وصفت بلجنة التوافقات. يعني هذه القضية التي أثيرت على الأقل في الجلسة بعد الظهر هذا اليوم. طيب كل ما تحدثتم معنا مع يعني